أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. نبدأ في الجزء الثالث من عرضنا لأحداث غزوة بدر. طبعا ما زلنا إحنا في بيان المقدمة وبعض الأحداث التي سبقت الغزوة، وخاصة فيما يتعلق ببعض السرايا التي انطلقت من المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وآله. وإن شاء الله اليوم نختم موضوع هذه الغزوات الصغيرة والسرايا، وفي الغد بإذن الله تعالى نشرع في بيان غزوة بدر الكبرى في أحداثها وتفاصيلها. من بين هذه السرايا سرية بدر الأولى، ولذا أنا قلت في أول جلسة بأن عندنا بدر الكبرى اللي هي الغزوة المعروفة، وهناك قبلها بدر الأولى. ما هي بدر الأولى فيما تتعلق؟ يقول: رجع رسول الله صلى الله عليه وآله بعد غزوة ذو العشيرة، أمس إحنا ذكرناها هذه، ولم يقم بالمدينة إلا أقل من 10 ليال، حتى هاجم كرز ابن جابر الفهري على إبل أهل المدينة ومواشيهم التي كانت قد سرحت للرعي. فإذا أكو إغارة حصلت هالمرة، القضية مختلفة عن كل السرايا السابقة. ذيك كانت مبادرة من الرسول، هذه نشوف بأن في واحد من الأعراب من قادة القبائل العربية وهو كرز يهاجم على إبل من أجل أن يأخذ غنائم. هذه الإبل والمواشي كانت ملك لأهل المدينة. نشوف هذا الشخصية منه كرز، كان من رؤساء المشركين، من شخصيات المعروفة في الجزيرة العربية، من أهل نجد، ولكنه بعد ذلك أسلم وشهد الحديبية، الصلح يعني، وشهد خيبر مع الرسول صلى الله عليه وآله، وتوجه أيضا مع المسلمين لفتح مكة في السنة 8 للهجرة، ولكن قتل بطريقة غريبة في الطريق إلى مكة، يعني قبل ما يوصل إلى مكة قتل. ابن إسحاق يروي قتل هذا الشخص هكذا، يقول أن كرز بن جابر وحبيش بن خالد الكعبي كان في خيل خالد بن الوليد يوم فتح مكة، كانوا أقسام، فهم كانوا من الجزء اللي كانوا مع خالد بن الوليد مع النبي صلى الله عليه وآله، فشذا عنه. هذيل الأثنين اتركوا الجيش ومشوا بروحهم. الآن ليش؟ شنو كانت القضية؟ مو واضح، لأن مو واضحة المسألة، لأن انقتلوا اثنينهم انقتلوا، فما عرفنا شو القصة، ليش تركوا الجيش وتركوا هالمجموعة. فشذا عنه وسلك طريقا غير طريقه جميعا، فقتل اللي هو الأول هذا حبيش قبل كرز، فجعله طبعا هني لما شذوا عنهم واجهوا مجموعة من أهل مكة. كانوا إذا تذكرون يوم تكلمنا عن فتح مكة قلنا بأن أكو مجموعة تقدمت من أهل مكة للمواجهة قبل ما أبو سفيان يعني يحسم الأمر في مكة المكرمة بتخويف الناس من مواجهة الرسول. أكو مجموعة كانت متحمسة للقتال من أهل مكة، فواجهوا هالأثنين فقتل الأول، ثم جعله كرز بين رجليه صاحبه، حط بين ريوله ثم قاتل حتى قتل. فإذا هو قتل في أجواء فتح مكة، ولكن بطريقة غريبة، ما ندري شنو الموضوع بالضبط. هذه القضية طبعا ترتبط في أيام شركة، أن غزا المدينة أو يعني إبل المدينة من أجل أن يأخذ بعض الغنائم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله في طلبه حتى بلغ وادي صفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جابر، ما قدر يوصل لهذيل كرز وجماعته اللي غزوا وهربوا. لكن وين وصل الرسول؟ إلى قريب مكان المعركة الكبيرة اللي راح تصير اللي هي بدر، فلم يدركه، ثم رجع صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة. ثم هناك سرية أخرى هي سرية نخلة، في شهر رجب من السنة 2، احنا غزوة بدر في شهر رمضان،
من السنة الثانية. فإذا رجب شعبان رمضان، يعني هذه صارت قبل شهرين تقريبا من غزوة بدر. أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله ابن عمته عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش اللي هو أخو السيدة زينب اللي تزوجها بعدين الرسول، وقصتها موجودة في القرآن، وأمه أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول، على رأس 8 رجال من المهاجرين، فقط 8، لملاحقة قافلة قريش التجارية. هذه مو من القوافل الرئيسية، راح نشوف الحين أن مسارهم مختلف تماماً. أكو المسار اللي تكلمنا عنه رايح إلى الشام نازل لليمن، لا هذا مسار مختلف، قافلة صغيرة الرسول يرسل لها عدد صغير محدود 8 أشخاص. ولعل الرسول صلى الله عليه وآله ما أراد أن فعلا يعني يهجمون على القافلة لربما، وإنما كان جس نبض لاكتشاف قضية معينة نشوفها الحين. خلينا نشوف عبد الله ماذا يقول، هو نفس عبد الله بن جحش يروي القصة. يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله حين صلى العشاء فقال: وافي، يعني تعالي مع الصبح، معك سلاحك، أبعثك وجها، راح أدزك مكان. قال: فوافيت الصبح وعلي سيفي وقوسي وجعبتي ومعي درقتي، الدرع مال. فصلى النبي صلى الله عليه وآله بالناس الصبح ثم انصرف، فيجدني قد سبقته واقفا عند بابه، سرعان سبقت الرسول واقف هناك، وأجد نفرا معي من قريش، إذا من المهاجرين فقط مجموعة. الرسول صلى الله عليه وآله مناديهم أيضا، كانوا موجودين بنفس المكان، إذا صار تجمع. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله أبي بن كعب، أبي كان يكتب للرسول، فدخل عليه فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، داخل طبعا دخله وداخل البيت بعيد عن المسجد بعيد عن الناس في مكان خاص، دخلوا المجموعة هذه مع أبي، وكتب كتابا وما اطلعوا شنو مضمون هذا الكتاب. ثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني، أديم يعني جلد، اللي هي نفس الرسالة اللي كتبها أبي، لفوا هذه الرسالة خولاني مصنوعة في المكان الفلاني اللي هو المنطقة هذه. فقال: قد استعملتك على هؤلاء النفر، هالمجموعة هذه أنت مسؤول عنهم، فامضي حتى إذا سرت ليلتين. ليلتين إذا قلنا الليلة بحدود 30 كيلومتر يمشون، يعني بين 50 إلى 60 كيلومتر مسافة يقطعون، فانشر كتابي وأقرأ شنو اللي داخل الكتاب وأعمل بما فيه، ثم امضي لما فيه. قلت: يا رسول الله أي ناحية؟ طيب أمشي وين، شمال جنوب غرب؟ فقال: اسلك النجدية تأم ركية، هذه مسار معين. قال: فانطلق حتى إذا كان ببئر ابن ضميرة، اللي هو المسافة الليلتين قضاها وما يدري لوين رايح وش بيسوي أصلا، فقرأه، نشر الكتاب فقرأه، فإذا فيه سر حتى تأتي بطن نخلة، موضع بين مكة والطائف. شوفوا وياي الخريطة، لاحظ احنا هني المدينة المنورة، وهني بدر، وقريب من بدر اللي كان السرايا السابقة كلها تدور في هذه المنطقة، لكن هالمرة وين يقول؟ في بطن نخلة ما بين مكة والطائف، وين الاتجاه جدا مختلف، منطقة هني، هني اكو قوافل تجارية، كانت ما اهل مكة كانوا يروحون الى الطائف يبون بضائع فواكه وغيرها، فبالتالي المنطقة مختلفة تماما، واكو سرية احيطت بها القضية بشكل واضح. حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله وبركاته، ولا تكرهن احدا من اصحابك على المسير معك، يعني قل لهم ترى احنا بنروح المكان الفلاني بعيد، منطقة مقطوعة، مسافة طويلة، اللي يحب يكمل يكمل، اللي ما يبي يرجع المدينة. وامضي لأمري في من تبعك حتى تأتي بطن نخلة، فترصد بها عير قريش، قافلة قريش، بس ترصد هنا.
فلما قرأ عليهم الكتاب قال: لست مستكرها منكم أحدا. عبد الله بن جحش يقول لهم: فمن كان يريد الشهادة، ترى هذه طلعتنا قشرة، فاللي موطن نفسه على الشهادة فليمضي لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أراد الرجعة فمن الآن، من الحين خذ قرارك وارجع. فقالوا أجمعون: نحن سامعون ومطيعون لله ولرسوله ولك، فسر على بركة الله حيث شئت. فسار حتى جاء نخلة فوجد عيرا لقريش، فعلا وجد هناك بأن أكو قافلة لقريش موجودة في المنطقة. واضح هني أن الرسول صلى الله عليه وآله من حيث الأسلوب اللي اتبعه، السرية التامة، ثم قضية المسار الجديد لإرسال هذه المجموعة، أن كان يشك بقوة بوجود منافقين في المدينة كانوا يخربون عليه كل الغزوات والسرايا السابقة، كل ما يروح يبعث بعث يلقى القافلة مو موجودة، درت قبل ما يوصل الرسول وهربت. فإما أكو منافقين من بين اللي محيطين فيه، وإما أكو جواسيس وعيون لقريش، مثل ما الرسول كان عنده أيضا عيون في مكة وتبلغ عن حركة القوافل وأمور أخرى، كذلك من الممكن أن قريش كان عندها عيون. من خلال منه؟ من خلال مثلا اليهود، من خلال بعض الأعراب اللي كانوا يجون ويتاجرون، مثلا يشترون يتبضعون يمرون على المدينة، أو في الطريق، لعل في الطريق أكو جواسيس يكتشفون أن أكو مجموعة خارجة، فبسرعة هذيلة من خلال السبق يوصلون بسرعة قبل الرسول ويبلغون القافلة وتهرب. فالرسول شك في القضية كلها بأن أكو عيون وتجسس، فبالتالي أراد أن يغير المسار، يبي يشوف، يجس النبض، يشوف شنو القصة، شلون يأخذ قراراته في المستقبل، وأيضا حتى أن القضية هذه يعني تتم بشكل كامل. كانت القافلة هذه لقريش عائدة من الطائف إلى مكة تحمل زبيبا وأدما جلد وتجارة من تجارة قريش، فنزل المسلمون بالقرب منهم، ولكي لا يكتشفهم العدو ولا يعرف بأمرهم ايش سووا، حلقوا رؤوسهم. دليل على أنهم شنو؟ جايين العمرة هذيل. أنت تدرون في شهر رجب كان، وشهر رجب من أشهر العمرة حتى من أيام الجاهلية، وأيضا شهر رجب من الأشهر الحرم، ما يصير في قتال. فذيلا قالوا خل احنا نمثل عليهم حتى نطمئن من جانبهم، نحلق، فشكلنا نطلع معتمرين. حلقوا رؤوسهم ليتصور العدو أنهم معتمرون. فلما رآهم رجال قريش على هذه الحالة اطمأنوا وأمنوا جانبهم وقالوا: عمار، هذيلا أهل عمرة مو ناس مقاتلين أو شيء، لا بأس عليكم منهم. الآن المسلمين شافوا أكو غنيمة كبيرة، والطرف الثاني أمن لهم، فمن نفسهم أهما بدون ما يأمرهم الرسول، الرسول قال لهم شنو؟ ترصدوا في القافلة، صح؟ أهما من كيفهم قالوا: احنا نصير الحين بين خيارين، احنا آخر ليلة من رجب والجماعة ذيلة بيوصلون إلى الحرم المكي، منطقة اللي الحرم اللي دي تحيط بمكة، إذا دشوا منطقة الحرم فهم في أمن، ما نقدر نسوي شيء، وإذا نطرنا بيدخلون هناك بتفوتنا القافلة، فإذا نحن نكسر حرمة الشهر ولا ندخل الحرم ونعتدي، نكسر حرمة الشهر، واضح؟ وهذه آخر ليلة الطوف على الناس، يمكن شك في الهلال مثلا ولا شيء زين. وفعلا تشاوروا مع بعض واتخذوا هذا القرار، إن قبل ما القافلة تدخل الحرم المكي في آخر ليلة من رجب يهجمون عليهم ويأخذون منهم غنائم وأسرى. فأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم، وبالتالي باغتوا القافلة، ورمى واقد بن عبد الله قائدها، قائد قافلة قريش، عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وفر رجاله إلا نفرين هما عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، هل أثنين
صاروا من أسرى المسلمين. وعاد عبد الله بن جحش وأصحابه بالقافلة مع ما فيها من أموال قريش والأسيرين إلى المدينة. ولما قدموا المدينة انزعج النبي صلى الله عليه وآله من ذلك وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. شلون تكسرون حرمة الشهر؟ المفروض أن تلتزمون بهذا الشيء. وفعلا هذه القضية أساءت للمسلمين كثيرا في وسط الجزيرة، أن أنتوا شيء مقدس عند العرب وأنتوا تدعون أن أنتوا أيضا تحترمون الأشهر الحرم وغيره، وأنتم على شريعة إبراهيم، هذه من شريعة إبراهيم، شلون انتهكتوها؟ فصار عمل دعائي قوي جدا ضد المسلمين في قضية ماذا؟ العدوان اللي حصل على هذه القافلة. في السيرة النبوية لابن هشام يقول: وقالت قريش، صاروا يعني يسوون هالدعاية، قد استحل محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فقال: من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة؟ كان في أحد من المسلمين للحين مو مهاجر؟ إيه نعم، كان في عدد قليل جدا من المسلمين كانوا موجودين في مكة ما هاجروا، ظلوا هناك في حماية أهلهم وكذا. فالمسلمين هني يردون الدعاية هذه يعني الإعلام اللي مارسه أهل مكة القرشيين المشركين، قالوا: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. لا، كذب هذا، جماعتكم كذابين، هي ما كان في رجب، كان في شنو؟ شعبان، والمسلمين ما ينتهكون حرمة الشهر إلى آخره. فصار رد عليهم في هذا المجال. اليهود بمكرهم وخبثهم ونفسيتهم المريضة اتفائلوا خير بالحدث هذا. شلون اتفائلوا؟ من خلال الأسماء. قالوا: قائد القافلة اللي انقتل شو اسمه؟ عمرو الحضرمي. عمرو قالوا نتبشر باسمه انه عمرة الحرب، شبة الحرب، والمسلمين ما فيهم شدة على أهل مكة. وكان لقب الحضرمي يعني حضرة الحرب. والقاتل هو واقد بن عبد الله، قالوا وقدت الحرب من اسمه، فاشتقوا من كل اسم استبشروا ببشارة، فقالوا شبة الحرب بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين المسلمين وبين قريش. وفعلا صارت أجواء مثيرة هني جدا، والمسلمين صاروا تحت ضغط دعائي وغيره. الله سبحانه وتعالى حسب الرواية أنزل هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني الجرائم اللي ارتكبوها قريش في السابق وما زالوا في عدوانهم عليكم، هذه جرائم أكبر من ماذا؟ من أنكم تضطرون أنكم تواجهونهم في مكان ما في الشهر الحرام، وبالتالي ما فعلتموه الله سبحانه وتعالى يقول هذا مبرر. هني خف الضغط عنهم كبير، فرج الله عن المسلمين واستبشروا خير، وبذلك النبي صلى الله عليه وآله هني قبل أن يأخذ الغنائم. يعني إلى ذاك الوقت كان رافض أن يجيس شيء لأن عدوان في شهر الحرام، لكن لما نزلت الآية وعطتهم تبرير شرعي لهذا الأمر، حين ذاك قبل الرسول صلى الله عليه وآله أن يأخذ الغنيمة ويأخذ أيضا الأسيرين. حتى الأسيرين كان متوقف في أمرهم، كان يعتبر أن المسألة كلها تصرف غير سليم غير شرعي. في هالأوقات هذه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان كانوا طالعين خارج المدينة الآن في بعث معين أو شيء، ظلوا الطريق في الصحراء وأسرا من قبل رجال من قريش. فصار في مكة أكو أسيرين، وصار في المدينة أكو أسيرين. وفعلا هني صار تراسل بينهم بين المسلمين وقريش، وتم تبادل الأسرى أسيرين بأسيرين. ولكن أحد الأسيرين المشركين رفض أن يعود إلى مكة ودخل في الإسلام وبقي في المدينة. هذا الأسير هو الحكم ابن كيسان. لما أسلم طواعية، هو شاف الوضع وكذا وأعلن إسلامه
حسن إسلامه، ثم استشهد بعد ذلك في حادثة تعرف باسم حادثة بئر معونة، قتل فيها ومع أصحابه غدرا. قصة شهداء بئر معونة شنو؟ في شخص اسمه عامر بن مالك، هذا أيضا من رؤساء القبائل النجدية، يلقبونه بملاعب الأسنة، الأسنة اللي هي الرماح، ملاعب الأسنة لقب عسكري يعني. هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله في سنة 4 هجرية وياب هدية للرسول، ما ندري شنو كانت نيته في الواقع، لكن الرسول هني رفض أنه ياخذ الهدية وقال له أنا ماني بحاجتك، بحاجة إلى هديتك، أنا أعرض عليك الإسلام، ليش ما تقبل أنت الإسلام؟ هذه أحسن هدية حقي أنا. في قضية تشبه اللي حصل لملكة سبأ لما أرسلت الهدايا إلى النبي سليمان، قال أنا شنو أبي بهذا؟ ما آتاني الله خير. فعرض عليه الإسلام، قال له أنت أقبل الإسلام وأنا أقبل هديتك. هذا عامر ما قبل أنه يسلم، قال عطني مهلة، عطني مهلة وأبي أعرف تفاصيل وكذا، وأبي تبعث معاي مجموعة من المسلمين عندهم معرفة بالدين بالقرآن، حفاظ قرآن، معرفة بالشريعة وكذا، يجون عند أهل نجد بعض القبائل العربية هناك ويدعون للإسلام حتى أن يعني نكون على بصيرة من الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وآله إني أخشى عليهم أهل نجد، هذيلا غدارين وكذا، بعد نوديهم هناك فم الأسد مثل ما نقول، شنو الأمان اللي يعطى لهم؟ خاف يتحولون إلى أسرى أو يقتلون. فقال ملاعب الأسنة أنا لهم جار، أنا شخصية معروفة، وكان عند العرب إذا واحد دخلوا في جواره بعد ما حد يتعرض له يعني، لكل من عنده تحالف معه. فاستدعى النبي 70 من القراء، وفي رواية ثانية 40 من القراء من حفظة القرآن الكريم، وبعثهم معه حتى ينتشرون في القبائل هذه ويعلمونهم ينشرون الإسلام. فلما وصلوا عند بئر معونة أغارت عليهم قبيلة بني سليم، لا هذا أجارهم ولا سوالهم شيء ولا وقف بينهم ولا كذا، الجماعة ذيلا صار فيهم خيانة وغدر، بحيث أن سلموا لبني سليم فهجموا عليهم فقتلتهم، قتلوا هالمجموعة ما إلا 2 استطاعوا أنهم يفلتون من القتل. وقد تألم النبي صلى الله عليه وآله لهذه الغدرة والفاجعة الأليمة أشد ما يكون، حتى أنه في الروايات استمر لأسبوعين أو لشهر يدعو على القتلة عقب كل صلاة، بحيث المسلمين كانوا يسمعون دعاء النبي على هؤلاء القتلة الغدرة. واحد منهم هذا ابن كيسان اللي كان أسير في تلك السرية ودخل في الإسلام وحسن إسلام. وقد روي أن المغدور بهم كانوا أهل قرآن وصلاة، يجتمعون خارج المدينة ليلا يتعلمون القرآن في مجلس خاص بهم برا المدينة، عندهم مثل ديوان ليليا كانوا يقعدون يراجعون القرآن مع بعض، يراجعون مسائل اللي ترتبط فيها شنو عطاهم الرسول علمهم كذا، يقعدون يصلون شوي ويبقون مع بعض إلى الصبح، من يصلون الصبح وكذا يسحبون ماء من الآبار اللي موجودة هناك ويجمعون شوية حطب يودون هدية لبيت بيوت النبي، حجرات النبي يحطون هناك حتى أن النبي لا يتكلف أنه يروح هو مثلا يبعث ناس يبون ماء كذا، نوع من تقدير لرسول الله صلى الله عليه وآله. كانوا بهذه الطيبة وبهذا الشكل من الإيمان والتعلم، تعلم القرآن وكذا، راحوا كلهم شهداء وكان منهم صاحبنا. هذه منطقة اللي صار فيها الغدر بهذه في نجد، هذا مشهد من المنطقة بئر معونة. طيب أهداف السرايا شنو كانت؟ خلصنا إحنا هذه الغزوات والسرايا وقلنا راح نبدي إن شاء الله في غزوة بدر الكبرى باكر. ما هي أهداف السرايا؟ أولاً الاستطلاع للتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمؤدية إلى مكة، خاصة الطريق التجارية لقريش والقبائل المتواجدة في هذه المنطقة. الرسول يحتاج أن يتعرف على تواجدهم أماكنهم وأيضاً يتعامل معهم. كان ما يشبه هذه السرايا المناورات
يعني أكو نقلة نوعية صارت، هذيلا مجموعة جديدة، تآلف بينهم كمسلمين شيء جديد، وبالتالي يحتاج الرسول صلى الله عليه وآله قبل أن يحدث معركة كبيرة أن تصير يصير نوع من التدريب على الخروج والاقتتال وغيره، فهي تجارب قتالية أشبه بالمناورات التي تؤديها عادة القوات المسلحة لتهيئة النفوس لمواجهات أكبر. ثم أيضا هي تمثل رسائل تهديد لمن لقريش وحلفاء قريش، إن إحنا مو ناس يعني تقدرون تهجمون عليهم في أي وقت، لا إحنا عندنا قوة عسكرية، إحنا نهدد المنطقة، إحنا كذا، فبالتالي كانت رسائل تهديد. ثم هي النقطة الأساس الكبيرة المهمة، مسألة أن تتحول إلى ضغط اقتصادي وأمني على قريش، بحيث أن من الممكن هذه الغزوات، أنت لما تقلق قوافل قريش شهر ورا شهر وفي أكثر من مسار وفي أكثر من نقطة، هذا هني من الممكن أنت تغير المعادلة، نتيجة أن قريش تعتمد بشكل كبير على حركة التجارة هذه، فلما أنت تأثر عليها بهذا الشكل الكبير، حين ذاك قريش ستعيد حساباتها، شلون قوافلها تكون، من الممكن حتى أن تضطر أنها تقيم معاهدة مع المسلمين مثلا، عدم عدوان، يصير صلح، يصير تغيير في بعض الموازين. بالنتيجة الرسول صلى الله عليه وآله كان يريد أن يضغط في هذا الاتجاه. ثم هناك مسألة التحالفات، مثل ما شفنا خلال الأيام السابقة واليوم، يعني في بعض الغزوات هذه يصير لقاء مع بعض يصير يعني لقاء مع بعض القبائل العربية المتواجدة في المنطقة، وبالتالي تم معاها معاهدات أن تصير محايدة، ما تصير مكثرة على المسلمين، ما تصير مع قريش أو غير قريش ضد المسلمين. ثم هناك مسألة التعويض المادي، الخسائر الكبيرة اللي خسروها المسلمين بخروجهم من مكة، في بعضهم أهل تجارة خسروا، بعضهم تركوا بيوتهم حلالهم إلى آخره، فبالتالي هني أكو تعويض مادي يحصل من خلال أخذ بعض هذه الغنائم اللي كان تصير في يعني محاولات الغزو اللي حصلت، طبعا ما صار في أي واحدة منهم ما عدا في الأخيرة اللي هي بطن نخلة اللي تكلمنا عنها. وفي ذاك الزمان وفق الأعراف اللي كانت موجودة، هذا الأمر كان مقبول، ما كان شيء مستقبح. الآن المستشرقين دخلوا على الخط وهم يطرحون هنا غزوة بدر كبرى والسرايا اللي قبلها، بدأوا يشككون في نوايا الرسول والمسلمين في مسألة الغزوات هذه، في الدوافع، في موقف أهل المدينة حتى شككوا، يقول ليش بأن اللي يطلعون دائما أهل مكة قريشيين المهاجرين، ما نشوف أهل المدينة مع الرسول. والبعض قال بأن بل القضية ما ترتبط لا مهاجرين ولا أنصار، هي قضية شخصية عند الرسول، عنده أحقاد والعياذ بالله يبي ينتقم من قريش، والشيء الثاني يبي يغتني، هو يبي يكون له ثروة، وبالتالي لا المهاجرين ولا الأنصار كان لهم هدف من هذا. يقول لاحظ أنت بأن كم واحد كان يطلع؟ 8 شوية أكثر كذا، هذا العدد القليل معناه أن أكو حالة تمرد على الرسول، ما كانوا راضين هذيلا أهل مكة، ما كانوا راضين المهاجرين، ما كانوا راضين يطلعون، يقولون أنت بتكون لك ثروة وإحنا نطلع كذا، بهالمعنى كانوا يطرحون بعض المستشرقين. الرد عليها، الرد على هذه النقط شنو؟ أولا إحنا نشوف سيرة النبي صلى الله عليه وآله مليئة بالصور اللي نشوف فيها الرسول زاهد ما يبي شيء من الدنيا، والشيء الثاني أن الرسول يعفو، يعني في مثل فتح مكة كان ممكن أنه ينتقم بكل سهولة، بل في مواطن أخرى كثيرة نشوف الرسول صلى الله عليه وآله في عز انتصاراته وقوته يعفو عن الطرف الثاني. هل هذا إنسان يحمل حقد في قلبه؟ هل هذا الإنسان عنده حب للانتقام؟ بل حتى في قضية سرية نخلة نشوف الرسول ما جاس الغنيمة ولا أخذ الأسيرين ولام جماعته، إن ليش سويتوا كذي؟ لو إنسان يطمع بأموال أو عنده أهداف انتقامية شخصية كان يفعل غير ذلك، وبالتالي السيرة النبوية تكذب هذا. ثانياً مجاميع السرايا بعضها 300 بعضها 200، مو كلها 8 وعدد قليل، كان
كان حسب الحاجة، وهذه كانت تتشكل أصلاً بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو كان يبعث معاهم كم واحد، مو إن أهل مكة أو يعني المهاجرين كانوا عندهم، كان عندهم حالة تمرد. كل مجموعة كانت تتشكل كان الرسول يبعثهم، بل كان يخيرهم، اللي يحب يروح يروح، اللي بيرجع يرجع، مثل ما شفنا في بطن النخل. فبالتالي لا هو تصرف شخصي من المهاجرين ولا هو حالة تمرد من عندهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض المستشرقين قالوا أهل المدينة كانوا أهل حضارة، أهل تمدن، لأنهم أهل قرية، أهل زراعة، ما كانوا مثل العرب والأعراب البدو كذا اللي هم أهل إغارة. فبالتالي أهل المدينة ما كانوا يرفضون، ما كانوا يقبلون أنهم يخرجون مع البقية بسبب أن هذا يتنافى مع مبادئهم، فكان عندهم رفض للخروج بهذا السبب. أما هذا الكلام فالرد عليه نقول بأن أهل المدينة في الأصل هم بايعوا الرسول على الإسلام، على أن يحمون في المدينة، فالمسألة كانت مسألة دفاع، ما كانت مسألة هجوم. فالرسول احتراماً لهذا الميثاق إلى أن يجد من أهل المدينة استعداد ذاتي أنهم يخرجون، حين ذاك كان يطلب منهم. وبالتالي التزاماً من رسول الله واحتراماً للميثاق اللي بينه وبين أهل المدينة في أن يكون تكون نصرتهم في المدينة، يحمون في المدينة دفاع وأن يسلموا، الرسول ما ندبهم إلى الخروج. وبالتالي راح نشوف إحنا في غزوة بدر لما ندب كل المسلمين وقال اللي يبي يطلع كذا، أهل المدينة قسم منهم خرجوا مع أهل مكة في غزوة بدر واشتركوا في ضمن هذه الغزوة. وبالتالي الرسول كان احتراماً بالميثاق التزم بهذا، ولم تكن المسألة أن أطباع أهل المدينة ومبادئهم تختلف عن أهل مكة، وأن ذيل أهل حضارة وذيل أهل بداوة، وبالتالي الغزوة عند ذيل ممنوعة وعند الآخرين مسموحة. هذا كلام مو دقيق وما تسند الأدلة، هو مجرد اتهام وتخرص في الغيب. إن شاء الله في جلسة الغد نبدأ في عرض أحداث غزوة بدر الكبرى، والحمد لله رب العالمين.